ودهاليز قلبي والاشياء كانت مخباية بين اللق واللق شفت بقلبه المشاية. ليش سألت عن قود الانب عم بلولح هيكي هيكي شو السبب بتحبيني قالت لي لا تبيني خليني ارجع خليني انزل لأحضان دهاليزك خليني ارجع كون معك واقعد شو حلقة. مساء الخير بعناوين الليلة طلعت الدولة وحدة فلتين على حل شعرها تم اختراع فرشاية جديدة بتبيض وبتلحوس بزيت الوقت اسمها اوباما A strong and secure Israel is in the national security interests of the United States شرم النحاس طلعنيه من الماتريكس لما راح الوزارة وطلع 400 عنصر عليه حزب الله كبس الزر حسب القرار الظني اللي رح يطلع بمجلة الفرس بعد شوي تم افتتاح ميليشيا شرعية برعاية لواء الشفيفة أما سؤال الأسبوع هو إذا البلد لزبالة وين بيكون المكب؟ أبو طلال يحلل انفجار اليو أن مين قال إنه الحق عطليان؟ كاستنج دور بوسي مولع وأكيد نشرة الطقس مع الزميل اللي مولع أنا الشاكي وأنا الباكي وأنا مش طايقك وهي نشرة الشيعنان مع اني حساس لواء ما برد على رئيس ورئيس ما قادر يحمي وزير ووزير ما قادر يكون وزير لانه ما عنده رئيس والتريمسي يا التريمسي وتفه على هيك بلد دولة فيها حاميها حراميها رايك بالسياسية بلبنان تفه على هيك وضع بهيك بلد يا معلم لك في على هالوضع تفه شي بيعر تفه على الزعمة الزعران تفه عليهم كلهم سوا تفه تفه عليه تتفه تفه على مدى شو غالية كس اختن اخو مك على اخت اللي جايبن على هالبلد الخبر الابرز للاسبوع توجه الوزير النحاس تيركب دينة الجرة باحد المباني التابعة لوزارته ولما وصل النحاس تيعمل شغله لقى هونيك الريفي سربرايز لواء اشرف ريفي ومع شي 400 عنصر من المعلومات ليه طريق الوزير طالع معالي الوزير طالع ضربه طريق كل العالم على جنب زي ما حدا حيقرب الوزير لا طلع ضربه قوه الحدا ما حدا حيقرب ما واجبتنا نحن نحمي الوزير كمان ما بدي ضربه النار شيلوا المسدسات من الارض نحن بلغنا وزير الداخليه انه وجودكم هون غير مبرر مدير عام قوى الامن الداخلي منع مديري الانشاء والتجهيز والصيانه والاستثمار في وزاره الاتصالات بالدخول الى مبنى الوزاره راح النحاس بكل هدوء وقال للريفي بدي ركب دينة الجرة أجيبه الريفي انسى قال له النحاس هيدي الجرة ما فيها تضلها هيك ولازم لها دينة وحكي النحاس شي نص ساعة مع حجج ووقائع مدعمة من القانون والدستور اللبنانيين تدعم حق الطبيعي والشرعي تركب دينة الجرة لما انتهى النحاس من الكلام قال له الريفي انسى وعصب النحاس وعمل مؤتمر صحافي وحكي بكل وضوح انه الريفي عم يعمل انقلاب على الدولة وانه ما دخلوا الريفي من مبنى وزارة الاتصالات وعلى الهواء قرر يحكي مع البارود وقالنا انه عندما اتصل البارود القبضاي بالريفي قال له ليك ولا ريفي اصحاب كل عناصرك من مبنى وزارة الاتصالات وقال قسما عظما وهدد بالكبيرة قال له الريفي انسى وعند ذلك الجواب توقعت المصادر انه يزلزل البارود الارض تحت الريفي هيدا القبضاي الصنديد زياد البارود الحارق الخارق المتفجر يلي نزل العبربر شخصيا مرة وفتح السير تيجي واحد موظف يقله بوزارته انسى بس البارود السفيح طول باله وبدل ما ياكله للريفي اتصل بالجيش ردت الناني عليه قالت له سوري ما في حدا سكر مع الناني بعد ما اطمن انه ناموا الاولاد واتصل برئيس الجمهورية وحامي الدستور وطلب منه يحكي مع الريفي اثناء الاتصال افادنا مندوبنا بشمال الشيخ بلال الدقماق بانه اهل الريفي واصدقائه عم بيركبوا يافطات بيت رابلس عليها صور الريفي مبتسم اخذ فخامة الرئيس التليفون وجرب يحكي الريفي بس ما كانت تتعلق كان التليفون عم يشرك على شبكة خلوية تانية جديدة ما حدا من اللبنانيين بيعرف فيها كل ما يتصل الرئيس على رقم الريفي برد عليه واحد بيقول ما شاو ابو عمار السوري فرع المرجي هاو كان اي هيلب يو بالاخر علق وقال له الرئيس للريفي بأسلوبه الدبلوماسي المحبب أكيد يا سيادة اللواء لو سمحت تطلب من شباب المعلومات أنه ينفذوا قرار وزير الداخلية وينسحبوا من المبنى فأجابه الريفي يا فخامة الرئيس انسى أكيد أكيد سأله للرئيس ليمان أنه شو كيف العائلة سلمنا على المرأة ما تمنعنا ولقات مشاوب لا سأله شو طابخين فيما بعد تلفن له الرئيس للبارود وشرح له تفاصيل المحادثة مع أشرف ريفي
فما كان من الوزير الشاب المتحمس إلا أنه شمر عن زنوده، أخذ الجفت وعيط للشباب، وبس عجقت مظبوط حواليه وقف بنص الوزارة الداخلية، ضرب إجره بالأرض وقال أنا رايح على البيت. فأمنا لحقني على البيت، أو بالأحرى راح جاد داني علي حسن ليزور بيت أهله ويلتقي بالمواطنين اللي كانوا عم يدعموه بتظاهرة حد بيت أهله. زياد بارود مبارح قدم استقالته كوزير لأنه العالم ما كان بدون يسمعوا منه. صراحة آخر مرة صار هيك شي معي كنت بالمدرسة. مهم، أنا هلأ قدم بيت أهله بجعيطة تنكتشف شو عم بيصير. نحن جايين نوقف معه ونقايده، ونحن معه لآخر دقيقة لزياد بارود. نحن جايين نوقف مع الوزير لأنه ما في مثله بلبنان. انت قاعد هلأ بدك وين؟ هالوزير بالذات هو أملنا وأمل لبنان كله بإذن الله. الوزير زياد بشوف فيه البلد لبنان مثالي، يعني للي ما عم بيخلوا لنا يصير. أنا ربيت أنا وزياد، فإذا قال الإيمان اليوم كون حده تقل له إنه هو شي نهار قال لك شي وأنت ما قبلت تعمله فقدم استقالته عليك. شباب شو عم تعملوا هون؟ والله تضامنا مع الوزير. مش من الهواء. مش من الهواء. واقفين تضامن مع زياد بارود. هو بيأملنا مستقبلنا لأنه كتير نضيف. هو نضيف يعني. سلام، وصلني خبر عاجل. وين وين وين؟ الرئيس الحريري صرح بأنه عنده رغبة بالتحقيق مع الوزير شرب النحاس، كما أنه أشار أنه عنده رغبة تانية بس بتتطلب شاكيرا لابسة دركة وبالتخت، وأنه ما عنده مانع يتدخل القضاء ويصوروه مع شاكيرا أو أنه حتى يتدخلوا بالقضية. بس ما فهمت أنه يتدخل القضاء ويشوف الحق مع مين. طيب شو بنفهم من هالتصريح؟ أنه الحريري أخذ بعين الاعتبار اتهام الجهة الأخرى للمعلومات بشبكة الاتصال الغير شرعية والأمنية. هو سمح بكل قلب طيب للقضاء يحقق، بس سمح له على شرط يطلع حق معه وإلا انسى. بعدين أنه مالي شاكيرا كتير قصيرة. ايه بس تعرف لشو منيحة؟ شاكيرا قصيرة؟ ايه بتعرف شو؟ لا ما انا كتير عزم على انت مش هذا الشيء. شو؟ لا انه منيحة اذا بدك تجيب قصص من تحت بدل ما تنخ او نحن بشي ان ولحرصنا على مصالح الشعب والوطن العليا كنا قررنا عدم التدخل بعملية تأليف الحكومة تنفسح مجال للرئيس المكلف يعملنا حكومة مرتبة ظريفة لطيفة بنت ميف. لذلك تركنا مجال للرئيس المئاتي يعمل يلي بده اياه وغضينا النظر لبعض وقت. ولكن الوقت عم بيمر ويمر ويمر والاعمار محدده بالاخير، لو انها بايد الله بتضلها محدده يا خيي. معظمنا هون بدنا نشوف الحكومه مجتمعه لانه مر بهالعمر. لذلك انطلق فريق عملنا بعمليه البحث والتقصي عن اسباب عدم تاليف المقاضي لحكومه اللون الواحد يلي هي لون كوكوزح طبعا. بس بعد شي 130 نهار من التكليف والنتيجه كانت مذهله. السبب الوحيد يلي طلع معنا لانه سياسي ولا تدخلات خارجيه ولا زياد باروديه ولا شيء بالخالص من كل هالخزعبلات. السبب هو ببساطه عقده نفسيه متصله بطول الرئيس المئاتي. الزلمة طويل كتير شي مترين وشي، ويلي قراب من طوله مثل وليد جنبلاط ونبيه بري اتفق معهم على الحصص والحقائب والأسماء بسرعة قياسية. بيومين كان منتهي الموضوع. اجا عند حزب الله، ما في حدا طويل كفاية بين كل السياسيين عند الحزب إلا محمد رعد، والمئاتي بيخاف من الرعد من زمان. فطلب من السيد حسن يبعث له حدا تاني، فبعث له معاونه السياسي حسين الخليل. الخليل مربوع ما بيزبط، حتى انه قاعدين مش زابطة. لا انتبه لهالقصة الحربو دولة الرئيس بري دغري لبى الخليل بخليل من عنده دوب الخليل، فمشي حاله. انحلت مشكلة حزب الله بالخليلين. هون بنجي عند الجنرال عون نابليون الشارع المسيحي. على فكرة جربنا نلاقي الشارع المسيحي على جوجل مابس ما عرفنا وين ما طلع. ايه بس ما بين بين عون والمئاتي في شي مترين فرق. حتى لو كانوا عم يحكوا لغة واحدة علميا توزيع الصوت بالغرفة على 60 درجة ولا ممكن يوصل صوتهم لبعض، فبيشوفوا بعض عم بتمتموا بس ما في صوت. اكتشفوا هالشي بعد شي شهر من النقاش المضني، فانتدب محله الجنرال جبران باسيل طايفاود المئاتي. جبران اشطف زوم بس بعد بده كتير ليقدر يتفاهم مع الرئيس المكلف،
وهون هي العقدة. لذلك ومن بعد ما فهمنا العقدة الحقيقية لعدم تأليف الحكومة بعد، انتشر فريق عملنا بين أسماء العونيين لنلاقي حدا ممكن يتفاوض مع المئاتي ويكون قريب لطوله. هلكنا كتير صعب هالموضوع، شكله نابليون ما جذب صوبه غير فراخ النابليونيين، لكن بالآخر وبعد جهد جهيد وصلنا إلى زحلة يا دار السلام، وجدنا ضلتنا نايب السابق لزحلة والبقاع الأوسط لاعب هانيبال زحلة السابق ومنتخب لبنان لكرة السلة الرقم 5 الكابتن سليم عون. النتيجة إذا بدنا حكومة على الجنرال عون إنه يرسل للمئاتي سليم عون مع بطحة عرق. معنا بالاستديو المحلل السياسي الملقب بالشيف تنحكي أكثر عن الأحداث اللي عم بتصير حاليا بالبلد. شيف القرار الظني، مشكل شرب النحاس، شاكيرا الكونسرت تبعها كان كتير فاشل، شو عم بيصير بالبلد؟ بص انظر كيفك سوسو أول شيء. ليك بدي أقول لك شغلة، أنا هاي نظرية المؤامرة وطبخة وكذا وقفناها من هلأ وراح، بدي أفضح كل شيء. بدي افضح كل شيء عم بيصير. قبل ما اوصل لشرب النحاس بدي احكيك عن الريفه، في شيء عم بيتخابط بفوت بيقول لك قلوب مليانه، ومنذكر انه نحن قتلنا شكر العبسه وفتح الاسلام. انا بحب ذكره وانا منرتجف، انتبه. مزبوط، هو هيك صرح من يومين. شو بكثير عندك بالاستديو على فكره، ما بعرف ليش انا حاسس بلشت احس انه كان اتهم الوزير النحاس ب ب ب كيف بدي اقول لك، ما عنده انه حس وطني. انا بدي اساله، انت وين كان الحس الوطني تاعك لما كنتوا عم تقدموا شاي بسكنه مرج عيون؟ عرفت كيف؟ فهلأ صار إنه واحد عم يدافع عن وزارته وزير، فبتكون هيدا. هل يعقل إنه رئيس جمهورية أنا بلش شويب؟ هل يعقل إنه رئيس جمهورية مثلا ما يقدر يمون على جندي عنده بالوزارة؟ الله ما قاله. شو الهدف كان هالعملية الأمنية اللي صارت؟ خي ما كنتوا عم تحكوا فيها، بدهم يزتوا فتنة، بده ينزت فتنه بين الـ بين الـ بين السنه وبين الشيعة، واضحه القصه. كيف شو كيف ترجمه سنه وشيعة بقلب الوزاره؟ يا خيي 400 عنصر الموجودين كانوا كلهم سنه، وجماعه جهاز امن السفارات والمؤسسات العامه اللي اجوا مع الوزير شرب النحاس واللي هن كمان تابعين لقوى الامن الداخلي كانوا كلهم شيعة. يعني منسقينا فريق شيعي فريق سني سنه فيرسس شيعة. حلو، هذا برنامج حلو كثير بيطلع. بعتقد من بعد هيدي القصه نكتفي بهذا القدر، كثير عم شوب عندك انا بالاستديو، كثير عبوق. معقول رئيس جمهوريه ما عم بيقدر يخلي يعني ما بيمون على جندي عنده؟ اوكي، فاز ان هيدا كان تحليل الشاف اللي نحن ما عندنا اي شغله. بدي اقول لك يعني ليش انت بتعرف ليش السورية اساسا هيدي كل العمليه بمركز الاتصالات قالوا انه عم بيتنصتوا على اتصالات داخل سوريا، بس انت بتعرف ليش سوريا ضلوا عنا بالبلد 30 سنه؟ ليه؟ لحتى ما حدا يتنصت لهم على اتصالاتهم. اوكي شاف، انت بتعرف ليش عم بيصير بسوريا؟ كرم شو عم بيصير بسوريا؟ يلي الاحداث اللي عم بتصير. ايه؟ لانه بطلوا هن موجودين بوزاره الاتصالات تيمنعوا التنصت اللي عم بيصير. اوكي عنهم. كرم شيلوا على السريع على السريع. شيلوا، ليش ما عم بتخلوا حدا؟ يا حبيبي ما تقرب صوبي شاف، ما تقرب صوبي. شو القصه؟ تعال شو بك؟ الفيسبوك ظهرت القرن 21 وكان في ثورات وصل العالم ببعض، وفجأة من 5 أصحاب صار عندك 2000 شخص بس ما بتعرفهم. يا ترى فيك تستعمل نفس المبدأ تبع الفيسبوك بالحياة؟ مراسلنا جاد داني علي حسن خليل دومينيك حوراني عمل تحقيق بهالموضوع. جاد؟ آخ هاي بلشنا؟ طلعت هون انا فكرت. لا انا منسى. هاي جاد. هاي كيفك؟ كيفك جاد؟ شو فيك تخبرنا اكثر عن هذا التحقيق اللي عملته بخصوص الفيسبوك؟ انا كنت بالبيت وانقطعت الانترنت، يعني ما كان في انه فوت على فيسبوك وشوف رفقاتي شو عم بيعملوا، وهول العالم بده يشدهم شو عم بيعملوا. ما عاد فينا نعيش اصلا بلا هالموضوع. فانه مهم قلت انه بنزل على الشارع وبشيك، انه بشيك فيسبوك تبعي بالشارع مع العالم يعني. طيب فينا نشوف شو عملت؟ لا، كتاب الوجه. على كتاب الوجه بنحط كتير معلومات عن حالنا وبنشوف معلومات عن رفقاتنا وعالم ما بنعرفهم. بس
هول الاسئله زحنا بيسالنا اياهم على الطريق بنرد عليهم ولا لا؟ كم رفقه عندك حبيبي؟ كم رفقه؟ كم رفقه عندك؟ ايه؟ يعني بنات ولا عيال؟ ولا رفقه كلها كل شيء كثير. قل لي رقم شيء 13 13 ايش؟ عندك صور هون بجزدانك انه ممكن نشوفهم؟ لا اكيد. ولا صوره لإلي؟ ولا صوره. ولا على تليفونك؟ لا ليه بدي احمل صوره لإلي؟ المفروض تحمليهم كل الوقت معك حتى اعرف مين انت. شو السؤال؟ كم رفقة عندي أنا؟ أنا 3723 ونص. طلع فيه شوي بتجاهل. أنت هلا in relationship ولا لا؟ أبداً. ماني قلت أنت اسمعي وين رايحة؟ طلع فيه شوي أنت؟ لا بتجاهل. شو اسمك؟ وسام. وسام؟ جد داني is now friends with وسام. قلت لك بوك. جد داني علي حسن صار أعزب. اللي بيهمه جد داني علي حسن صار أعزب. حسب أي نوع رفقة أنت؟ it's complicated أنت. جد داني علي حسن حب شو أنت قلت؟ عن جد؟ إيه حبيت كثير. هلا نسيت شو هي شو كانت؟ باسكال. إيه مزبوط. سمعتي؟ صرت أعزب. طيب أوكي. جد مبين عنا أنك شخص كثير موهوب، شو محضرنا لجمعة الجاي؟ لجمعة الجاي عملت ريبورتاج عنك عن الترين بلبنان. وتعال نشوف اذا الترين فيه يرجع يمشي بلبنان. كثير انترستينج. دائما ريبورتاجاتك اصلا كثير عميقه. ليك بس سؤال، انا جيت لهون بس حتى احكي عن هول القصص يعني؟ لا دجا انك طلعت هالقد وقت هذا بعتقد شرف لك. شرب هالمسلسل ما تجيبه بقى. خذ لي قرار وشوف كيف يمشي الترين. ما بيوقف الترين. انزل وينك؟ انزل! ما بيوقف الترين! نحن الحشيش غطى سكة الحديد، ما عنا نقدر نشيل الحشيش. حشيش. ما عنا نقدر نشيل الحشيش. ما بنقدر نشيل الحشيش. أبدا. كان غلط أوباما كتير لما فكر على صوت عالي وقال إنه بده يرجع حدود فلسطين للسبعة وستين، فقام الدنيا عليه. أكرم سلمان معنا من هنيك ليخبرنا عن ردة الفعل بالشارع العربي من أمريكا. أكرم؟ بما أنه عم راسل من أمريكا، أنا قررت إنه أعمل شوفير تاكسي وبدي أترك البروجرام. لأقول لك ليش؟ أنا قررت أعمل شوفير تاكسي. أول شيء امبارح إجاني تليفون من أوباما. قال لي ألو. قلت له العمى بقلبك يا أوباما، أبش تقول ألو؟ لأنه كل ما تقول ألو عم تطرطشني زايد. قام قال لي لازم تسلم واد الغميق وإلا بدي أحرق لك التاكسي. قلت له هيدي التاكسي شغلي صعب كتير عليك. لأقول لك لاش يا أوباما، أنا بدك تعطيني مهلة 233 سنة لأنه أنا راسي يابس على الآخر. قام شو بقول لي؟ بقول لي بدي غطلك راسك بشاي ألا يطرق عشان هو يابس. قلت له ما جالك بهالنفسية، عندي بوادي الغمايق حمار، عندي حمار بوعده لجيب له شعير ديليفري وبكذب علي. قل له ركبني على ظهرك مش عم يخليني. حاي حماري حاي حماري. بفوتوا من هان بيطلعوا من هان. بس حماري يا أوباما بضل أحسن من حماري كتير بنركب على ظهورهم لينوصل على الكونغرس. وهلا حشم بكشاب بوادي الغمايق ملحقته المافيات. وأنا قررت إنه بدي أعمل اتصال سوري سعودي إيراني، وإلا بدي روح على التاكسي بإسرائيل وبدي بلش رجع الإسرائيلية على حدود 67، وبدي أكتب على التاكسي من وراء أمة مجعلكة ورب طويل البال. انتهت الخبرية أوباما واحترق فيلمك. فاد سلام، من وين بتجيب هذا الفرد اللي بتقوصني فيه؟ من وين بتجيبه؟ من تحت البيت. هلا جيب لي يا سلام، كيف بدي ابيع له ضفيره لاكرم؟ كيف امسك الضفيره؟ تعال شوف كم وسيله تعذيب فينا نعذبه فيها لاكرم. اذا بنقط له بعيونه تيب اكس، شو رايك؟ في اساليب اقوى، في شيء بيعذب اكثر. شو مثلا؟ تجيب له ريشه ايه تحطها بقلب اسيد ايه وتخلي الاسيد ايه ينقط على الورق. ما
بعرف ابو طلال نحن اخر فتره عم نتخانق هيك، بس بدي اياك تعرف انه انا بحبك من جوا. في في وانا كمان انا كمان اه والله بحبك وبعدين انا مشتاق لك، يعني مش انه وانا كمان مشتاق لك. يلا صدع عشان نبح عشان بس ما فيك، بس بعد عبر لك ابو طلال بتمرق جمعه اعتبرها وصل تيجي التصوير نرجع نلتقى. يلا حبيبي يلا تفضل. عن جد عن جد بحس دائما بفراغ يعني. طيب مش خلاص عشان نبلش والدنيا بكره بنحب بعض؟ يلا تفضل. لازم نبلش عن جد. ابو طلال كثير ابو طلال شو صار بالانفجار على مدخل صيدا اللي استهدف اليوان؟ والله فقلت لك امبارح بالله حقيقه لاقول لك اول شيء مفروض باللي صار امبارح من شو 14 يوم بالصيدا، مفروض نذكر انه الكتيبه الايطاليه اللي استهدفت بالانفجار تبع اللي حطوا لهم اياه لليوان هي اهم كتيبه فوق بالجنوب. هي كتيبه شو؟ ايطاليه. طب ليش مهمه؟ اقول لك ليه، عشان هن كل رصاصهم فور فرماج. تلي قصدك؟ ايه على التلي وفار فلماج. ابو طلال شو صار؟ شو خبرنا اكثر عن هالانفجار يعني، شو القصه؟ رئيس المحكمه الدوليه القاضي الكبير تبعهم كلهم هنيك جنسيته شو؟ ايطالي. ايطاليه برافو عليك، جنسيته ايطاليه هو ايطالي صحيح. ايه فهو اسمه عدنان قزايس. عدنان؟ قزايس ايه في منطقه بايطاليا بسموا اسامي عدنان وبس عدنان ومحمد. المهم فيقول لك انا ايه حقيقة فؤاد هو القزايز صار له فترة عم بأخر الأراضي الظني، يعني المفروض هل احنا قلنا كلبنانيين يستقبل الأراضي الظني قريباً، شو عمل هو أخره؟ تمام؟ طيب، أنت سألت حالك لا بنفس المحل وبنفس التوقيت وبنفس كل شيء بنفس كل شيء بالضبط يعني حطوا الأم لي اليوان نفس الفريق مستهدف اللي هو اليوان لبنان؟ ليش؟ ليش؟ سألت حالك لا؟ لا ما سألت حالي، بس حتى لو سألت حالي ما كنت عرفت. أول شيء بعد خطاب أوباما اللي قاله وبعد خطاب مين رد عليه السيد حسن نصر الله. مظبوط. شو قال لأوباما السيد حسن صلى الله؟ إنه ركز منيح على كل كلمة، أنت بتشوف راني ما 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 خلف الأفق اللي تبع لفاق البحر بقول. يقول لك أوباما قال له إنه الحزب عم يستعمل بعده سيارات مفخخة بلبنان. أوكي. تبعت شو؟ سيارات مفخخة. وقال له إنه الحزب إرهابي والحزب عنده صواريخ عم بتهدد أمن مين؟ إسرائيل. بريطانيا وإسرائيل. عرفت شو؟ فهلا أنت هن شو بتستنتج من كلام أوباما؟ شو عمل اوباما بهيدول الجملتين؟ شو عمل؟ سيارات مفخخة، رئيس الشهيد بشو مات؟ سيارة مفخخة بس سيستم هتام، صواريخ إرهابي، معناتها شو؟ مين اللي قتل الشيخ؟ رئيس الله يرحمه الشهيد؟ حزب، معناتها اوباما عطى شو؟ القرار الظني. هون انت المفروض يكون عندك تحليل. هلا نرجع لموضوعنا. لما اوباما قال له خطاب السيد حسن شو رد على السيد حسن؟ شو رد عليه؟ مثل اجري انت وامريكا واللي بظهرك كلهم سوا. هيك قال له. هيك قال له. سيد حسن شو رجع رد عليه اوباما؟ قال لي اوباما طيب ماشي يا سيد حسن هيك انا بدي اقوي الداز. عرفت شو؟ قام شو عمل؟ بعتها عشان يحطوا الامبله. يعني ها انت بتحليلك انه هالامبله امبله امريكانيه. بالضبط. وهقول لك شيء ثاني انا اهم من هيدا كله. الشيخ سعد وين اليوم؟ مش بالحكومه. لا صح ولا لا؟ صحيح. اذا المنطقه اللي صار فيها الحادث الامبله اللي حطت فيها الامبله من وين؟ تابعه من مدخل صيدا؟ لا يا هون قبل فهمت شو يعني مهم تابعة يمين الحزب. فأوباما قال لك بلعبة دبل كيك يعني هيد بلعبة عصفوران بحجر واحد. فهمت شو؟ لعبة قال لك شو الشيخ سعد طالع من الحكومة والحزب سيطر على المنطقة. إذا أنا عملت بلبلة بالمنطقة خلل أمني بكون من مين؟ من حزب الله. إيه يعني في عدم أمان بالبلد عشان الشيخ سعد مش بالحكومة بده يلزقوها بالحزب. إيه يعني هيدا كله أنت بتستنتج من هون شو؟ إنه هيدا كلها فتنة. يعني فتنه امريكانيه مركبه تتوقع مش امريكانيه، ما هي الفتنه لاقول لك بتنبت بامريكا وبتنبت عندنا، احنا عندنا نوع من الفتنه ورده. عرفت شو؟ ورده بتتفتح هيك بترجع بتدبل، يا اما تدبل فيها حبه صغيره بتشبه الليمون بتاكلها بتعطيك الكتريستيه جسمك عشو يومان. هاي الفتنه؟ بخ ايه فتنه هي ورده بتسقفش انت؟ لا لا اوكي. طيب ابو طلال اذا بنرجع على موضوعنا، شو استنتاجك الكبير انت؟ شو الاستنتاج العام؟ شو رح يصير بعد هالحادثه؟ حقول لك انا اذا بعد هيدي القراءه كلها التحليليه صحة ابو طلال حسكي بعينك، اذا بعد كل هيدي القراءه التحليليه فؤاد حبيبي بتوصل لنتيجه، الحزب ارهابي، الحزب حامل سلاح فتاك للعالم، الحزب هو اللي سقط اوباما، الحزب عم يبعث مشاهدين على ليبيا، عم بحارب ببنغازي، الحزب داعم بشار الاسد، اذا بالداون تاون قطعت الكهرباء 14 ساعه مين السبب؟ حزب الله. هلا كل شيء صرنا شو؟ بوف ظهر الحزب. يعني كل شيء الاتهامات عم تطلع اوباما هي لعبه اوباما عشان يفكر حاله ذكي، فكرنا شو بهليل نحن. في انهي شيء هلا؟ لا. ليه؟ بدك تسال الحزب. كنا
اعلنا انه طالبين ممثلات لدور بوسي مولع، وبالفعل عملنا كاستنج لهذا الدور بس بوسي كانت عم بتعارض وعم بتقاتل لتبقى. هاي هاي سلام. اسمك وسنك ومن وين جاي؟ اسمي مروه حجازه وعمري 19 سنه وجاي من الحدث. طيب مروه، اذا بدك تفوتي على شعنقان بدور بوسي مولع شو بدك تزيدي؟ شو بدي زيد؟ زيد انا شخصيتي. بتعرفي شو هو كاركتير بوسي مولع؟ ايه. شو هو؟ الكاركتير الدلوع والغنوج والسكسي. بتعدي حالك سكسي؟ طبعا. بتسبحي وبترقصي وبتكتبي، بتكتبي؟ شو بتكتبي؟ بكتب شعر. اه؟ ايه. عسيرة الشعر، لأنه أنا اليوم كثير سلام. جاي شاعر اليوم. بوسي مولع الجديدة، تعي وامسكي لي إيدي، وإذا أنت كنتي مكنة تلحيم أنا بكون الحديدي. أول شيء بدك تفرجيني كيف فيك تقلدي دور بوسي مولع. بونسوار سلام، بونسوار فؤاد، بونسوار لكل المشاهدين اللي عم يحضرونا الليلة. الليلة الطقس كتير حامي، منتمنى من كل مرة عندها رجال بالبيت تشلحوا تيابه وإلا رح يفتس أكتر منه فتسان بحضنك يا مدام. مرسي. طيب ليش بدك تكوني انت بشعنقان؟ هذا هو الجواب اللي لازم يكون بعني على كل شيء. لانه عن جد اول برنامج كوميدي. طيب شو حتعملي ببوسي مولع القديمه؟ حسب هي شو بتعمل معي اللي انا اعمل معها. اوكي، يعني اذا كانت هي منيحه لحتى. انبسطت بالكاستنج يا شطوره. هاي سلام. هاي فؤاد. مش بونسوار. هاي. مش هاي. انا باتشا بقدم لكم نشره الطقس وان شاء الله لاخر مره. أما هلا بنبقى مع نشرة الطقس ومع زميلتنا بوسي الأصلية. هاي سلام. سلام، أنا سمعتكم عم تحكوا بقصة الكاستنج، إذا بدكم نسبة شعين يعني عن جد جيبوا أم طلال أو إنه أنا بكب أسيدها وجهها أو شيء. إيه وبالنسبة للطقس ما بيهم الطقس، شوب ولا برد ولا شتة ما بيهم. باي سلام. اوكي، هذه كانت نشرة بوسي لليلة. اذا حابين تكتبوا لنا او تعلقوا او تنتقدونا او تنكتوا معنا ابعتوا لنا على shianan@aljadeed.tv. وكمان اذا حبيتوا اللي اشتركت معنا هلا مروه بدور بوسي ابعتوا لنا شو رايكم فيها على نفس الايميل. هذه كانت حلقتنا لليلة. فؤاد مدى بريس توسي كاس توسي فاس. صباح على خير. سوف لا ميتيي دو لا كلاس. Il y a des choses là-dedans qui m'embrassent. Il y a des choses là-dedans qui jouent passe-passe. Et quand moi je pense, donc moi je suis. Pourquoi, oh pourquoi, je pense à lui. Mais il y a des jours, hier, puis aujourd'hui. Moi, moi, qu'est-ce que je dis moi maintenant. Je ne sais pas qu'est-ce que je dis. India, India, hey, hey, hey. Indian people.